وعايز اروح مع حضرتك بقى الملف شويه مختلف من يومين كنا بنتابع ذا بيست وكان طبعا اللي فاز بيها ليفاندوفسكي فيش مشكله هو لاعب برضو اسم كبير جدا بس لو هروح لمحمد صلاح هل المشكله كانت مثلا في فكره هنا التصويت ما كانش كافي من الكتله العربيه ولا الموضوع بيبقى ملوش علاقه بالتصويت الموضوع لحسابات حسابات يعني اخرى انا شايف والله طبعا يعني ان محمد صلاح في حد ذاته يخش ذا بيست وقبل كده فاز طبعا على الكره الذهبيه طبعا مع ميسي وكريستيانو و... اخر ذا بيست يعني كان المنافسه مع ليفاندوسكي ومع ميسي طبعا حاجه حاجه محترمه يعني حاجه كبيره قوي يحسب ليه طبعا ويحسب طبعا لمصر ان هي تخش طبعا في ذا في بيست ولكن طبعا انا مش عايز اخمن يعني جزئيه أوه. الكتله العربيه ممكن تكون ليها دخل كبير او ملهاش يعني بعيد عن اللي هو يعني بالبلدي كده بنسميه جو المؤامرات لا مش مش هحسبها كده ناخدها بنيه كويسه وان ممكن فعلا كل واحد بيقول وجهه نظره دي حاجه الحاجه الثانيه طبعا انا بحس ان فيها عوامل دعايه واعلان بحس ان هي اوقات بتبقى موجهه أوه. يعني احساس شخصي كده يعني بالظبط احسن لعيب في العالم انما ليفاندوسكي طبعا ما بنقللش منه لعيب كبير وفرق كبير مع البايرن واهدافه كلها مؤثره وسيطره طبعا من بايرن ميونخ على البطولات كلها ممكن نقول برضه ان هي رحاله لها حقيه طبعاً. ولكن محمد صلاح مجرد إن هو يكون في الجائزة أو في الترشيحات أعتقد إن دي حاجة كويسة وإن شاء الله اعتقد ممكن الفترة اللي جاية محمد صلاح يبقى أحسن من كده بكتير مع بطولات أعلى وان شاء الله ياخدها باذن الله. بنتكلم كمان عن هداف الدوري وحس... يعني حصول صلاح في الموسم الجاي لو على هداف الدوري بنتكلم ممكن ده يخلي بقى بعد كده نسبه برضه حصوله على البالوندار ممكن تبقى اكبر. اكبر طبعا محمد م. صلاح دلوقتي منفرد طبعا بهداف الدوري الانجليزي وماشي كويس جدا وماشي بشكل كبير ومؤثر جدا مع فرقه ليفربول بنحس ان هم يعني لو محمد صلاح مش موجود زي الفتره اللي فاتت دي م. ما عندهمش الايجابيه قوي على المرمى والقدره التهديفيه اللي محمد صلاح بيعملها بيعمل فرق رهيب. كل التوفيق طبعا لمحمد صلاح ان شاء الله ويبقى احسن من كده وياخد ان شاء الله احسن